بس خلاص خلاص هو ده حد. يلا لحظه 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 لا لا يا سارة يلا 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 عايز اعرف اخو العروسه اختفي امشي 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 مبروك الله يبارك فيك خش امضي يا وحش يلا مسنا وسواس لا لا وما ملكت ايمانك يعني تسعة ممكن ندوق شويه عشان نتكلم في الكلام خلاص يا عريس عريس عشان ايه ميدو انا ما بقول ايه هلا ما مش خلص خلص خليك في الدنيا هلا بص انا بص يا باشا يلا السلام عليكم هلا هناك معايا مبروك يا عريس سلام عليكم يا باشا يلا عروسه انت عروسه كلها جاية لك والله أمك دعيا لك علشان جوازك من علاك علاك ده أطيب لكن ده بالعافية مبيجيش هتكسبي بالحنية وبالشكل شامي فرحان برضو كمان مروة فرحانك وش اللي كلها جيالك والله أمك دعيالك علشان جوازك من علاك معلش حبيبتي بس اصلي مخنوق جامد يا عم انت كل يوم مخنوق وعرفان ده انت تقرف ولا بلاش عشان ديوانيه الفرح علام انت كده هتتجوز وهدمرك انت عارفني ليسن شاكر وعطيه سلام خصوصي وتحيه واحمد حسين كمان بنتي جميل علام من
لا بيها ولا